زينب يا بنت اللي ضلعها كاسرينة. الشباب اللي في الوسط أصواتكم ها. زينب يا بنت اللي ضلعها حادر من يدك راح لا تترقب. في أمان الله، في أمان الله. بعد أحن من البنت على أبوها وأبوها رأسه مجروح، وهذا غالي ما تتصور الدنيا وهو مو موجود. هذه يا زينب ضربة الطاغي شديدة، بسيف ضرب راسي ونال اللي يريده، لكن يا بنت اللي لطمها الرجس هذا جرح واحد يا زينب تنظرينه. علي يا علي مشدود بعصابة يا زينب لا تنوحين، وخوتك يخدموني على الراس. الله عينك لو رأيت جروح ما تنحصى حتى يا بنت تعالجينا. ويلا زينب سؤال يا زينب كيف يا بنت تعالجين اضلع صدره لو كسرتها الاعوجيه على الغبره والراس ما يرجعه مقطع نحره. الله عوينك ساعه اللي تفقدينه. ضجيتون يا اهل الكوره لو بعدكم، وش يا نسوان رحتون لزينب تعزونها لولا؟ يقولوا عليا، يقولوا محمدا، هذا جرح ما يتعالج، شلون يرجعون الراس للجسد ويلحمونه؟ انا يا زينب من طحت وسط المحراب شالوني الاولاد يا زينب والاحباب، بس الذي من البهر يوقع فوق التراب منه يشيله من قبل ما يذبحونه. صيحوا صيحوا على امير المؤمنين، ضجوا على امامكم، خلصنا عمي الله يعودنا. بعد قول أبا الحسن قال اليوم شفتيني ومن الراس مجروح، والله عوينك لو رأيت حسين مدبوح، لكن يا زينب من قبل مكتوب في اللوح تعمر مشاهدنا وتجي الزوار لينا. احنا لينا ضرايحنا وإلينا زوارنا يا زينب، وإن كانت مصايبنا عظيمة. شلون أبا الحسن قال جني أشوف النجف، يا الله يا الله يا الله بالوصول، جني أشوف النجف يا زينب والطفوف، من كثرة الزوار ما حد يقدر يطوف، بس اللي شافتني وأنا بالحبل مجدوف ضايع قبرها والخلق ما يعرفونه. عظم الله أجورنا وأجوركم، هناك ثقل به الحال فعرق جبينه وسكن أنينه. التفت إليه محمد بن الحنفية قال أبا ما لي أراك قد عرق جبينك وسكن أنينك. قال بني لحديث وعيته عن جدك رسول الله، إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه. قولوا يا علي. وسكن أنينه شيعة محبين، ونادى لمثل هذا فليعمل العاملون. الله خليفتي عليكم
ساعد الله قلب ساعد الله قلب زينب أخوة زينب يوم اللي خلوه على المغتسل. اختنقت زينب بعبرتها صاحت يا التجهزونا بهذا الشد والطبرة. عجيب عجيب من العطية. أريد أبعث سلام أحزان بدل أمي الزهرة. ون على أبو حسين صاحت أسف يا أبو حسين يا الدار الفلك بمرا خبر جدي المختار بكروب حصلناها علي ابويا وتندفن بالليل الليل شلون ما نشوفه وقبرك يختفي يا ياب مثل امي المهضومه جلها الحسن نشاف مدامعها المسجومة ورجعها أبو محمد لحجرتها وسلاها. سؤال يسألكم العطية شاعركم يقول بسألكم يا جماعة الأعظم شافت الكرار وأولاده يغسلونا لو شافت أخوها حسين عدوانا يدوسونا هنا أخوها الحسن ردها وردت وهي مغبونة ويا مطاف زجر جاها وسبها وسأل برداها ولا بندفن يا ابو يا سفك البتار ويا توخيرته في البيت يوحشني بليا حيدر علينا عود حي الله يا محياك يا هازم الأحزاب يا ناصر نبينا والونة الأخيرة مولانا قالت بالله يا حفار القبر لا تهيل الترا عريض لي سوى عايا وسولي بالقبر با صعب على قلب الحبيب هاي بفراق لحبة عزيت نوم اللحم هي الوالي علينا ويلاه ديت يا ابن المصطفى باب العلم رديت لنا بالكسيرة يا ضي العين بكشف الأبيات يبكي في اللطمية علي
أولاد حيدر وين أبوكم نوري الأكوان إيدك يا حسين خويا يا حسن يا أولاد عدنان وحدة هالروس نكسوها ترى بين الدهر خان ظلت خالية بيوتنا من نور أبو حسين داروا يسلوها على أبوها وسكتوها ونشافت دمعتها وجت يم دار أبوها قالت لهم يا حسن هالدار اغلقوها ما اقدر اعاينها خلي من ابو حسين علي شوف الشيعة يا ابو حسين ما اقدر اعاين يا ضي العينين هالدار كل ما نظرت لها يشب الحزن بينا كانت مزهرة وتشع من حدر بالانوار واليوم ظلمة شلون اشوف انهب يا عين علي الله يعودك ويفرج عنك يا اب محلى مشياتك ما بني لولا ذكرت لين يمشي ويا الحسن والحسين دابي مريبة وخايفة مراوغ الحساء شبيدي على عز ما شاء عني ولا عاد يا خالق يرجع غايب الأموات من وين هذا يوم جا يوم ثاني تصوره رد الهوازل يا زجر قلبي ترى دايب ما اقدر اطب وانظر ما نازل داحي وين الحسين وين الحسين جون لختهم ضايعه انظر بعيني مسجده وانظر المحراب اذكر زمان المرتضى وزينة حاجية علي ما تراقوا بالله يلا ذي تحث الرجايب وما تقول برحمهم لا جلنهم غرايب عتبي على سبع الذي بالنجف غايب لو شافني ابو حسين ما يرضى عليه